السلام عليكم. قبل لا اتكلم يا جماعه اعتذر اول شيء ان الصوت قاعد يتكرر لاني لازم يعني ما كملت لحين الغرفه في مساحه امامي لازم احط عازل صوت لان الموجات يا جماعه تضرب الجدار فتنتقل الموجات من الجدار الى ان تعود لي مره اخرى عرفتوا كيف؟ ابشركم يا جماعه الحمد لله واخيرا صار عندي الياف. ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله 103 ميجا داونلودنج بالثانيه و73 ميجا ابلودنج بالثانيه و2 بيج ما شاء الله. الحمد لله يا جماعه ثم الحمد لله والله اني حققت حلم الطفوله. اتوقع اغلبكم يقول اني قاعد ابالغ بس والله يا جماعه يعني حلم وانا صغير كذا افكر دائما يكون عندي الياف وغرفه كذا يكون فيها ست ابواب راحتي فيها. المهم يا جماعه اتمنى الان تعرفون ليش اني انا قطعت ما يقارب اسبوعين لاني والله يا جماعه كل الاسبوعين هذه قاعد ادور فيها شقه مناسبه يكون في منطقه نتها قوي علشان يعني اتوكل على الله واخذ الشقه ونفس الوقت يعني اني ابدا اصور واخذ راحتي بالتصوير. كلكم تعرفون المعاناه اللي كنت اعيشها لما كنت بالبيت ونت 4G انزل مقطع. تخيلوا يا جماعه عشان الفيديو ينزل باليوتيوب ياخذ ساعتين، اما الان لو انزل فيديو باليوتيوب يمكن ياخذ خمس دقائق. يعني هنا الفرق يا جماعه، الان انا ما راح امشي على جدول اربع مقاطع، راح انزل يوميا خلاص، راح انزل يوميا اثنين الظهر يا رجل. ايم يا رجل انا ايش فيني تحمست؟ الخطوه هذه اللي خذيتها يا جماعه باذن الله ربي يوفقني فيها وباذن الله تكون خطوه جميله للمستقبل، لاني قلت لازم عشان اتطور لازم يعني ما اوعد كثير، يعني انتم متابعين يا جماعه، مو حلو كل مره اقولكم اني راح انزل مقطع اثنين الظهر تشوف المقطع ينزل خمسه المغرب يا اخي النصاب كبير انت، يعني مو حلو المتابع ياخذ كلامك كانه كذب عرفتوا كيف؟ فقلت لازم اغير نظامي ولازم الاقي الحل، والحل كان الالياف يا جماعه، الحمد لله يعني لقينا الالياف ومثل ما شفتوا 100 ميجا بالثانيه، قلبي والله يا اخي والله متعه نظريه يا اخي، مره ثانيه خليني اسوي تجربه صراحه. اوه والله متعه نظريه يا رجل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الشكر لكم والله يا جماعة بدونكم ما أتوقع أني كنت راح أوصل المكان هذا. شكرا لكم على دعمكم، حققت حلم كبير في حياتي. يا هذا حلم يمكن أعتبره حلم الدخول المليون، يعني هذه جائزة دخول المليون اللي لقيت الياف. المهم يا جماعة الآن نكون صريحين مع بعض، الآن أبو فلة عنده ألياف وعنده بي سي قوي بالمونتاج، الآن أبو فلة ما عنده عذر لو يسحب، فمن اليوم يا جماعة إذا أبو فلة مرة ثانية يسحب راح ياخذ كف بوجهه. جدول القناة يا جماعة راح يكون ما في جدول. اليوم اي نعم عزيز المشاهد من اليوم يا جماعه راح يكون كل يوم مقطع او تقريبا بالاسبوع فوق خمس مقاطع، وطبعا يا جماعه اني ما راح انسى البث المباشر يمكن انا اليوتيوبر الوحيد اللي ما يبث فالان. اوكي والله الحماس مشكله. المهم يا جماعه قبل لا انهي المقطع اوعدكم يا جماعه اني راح ارجع بقوه خلاص. اوف الياف وفورتنايت بينج وخرافي وببجي راح اجو جلد يا اخي، انا متحمس اني انزل كل يوم مقطع فوز. وبس يا جماعه قبل لا اني خليني اعطيكم نظره كذا للست اب يعني اوريكم كذا عرفت كيف. طيب يا جماعه بسم الله هذا الكفر اللي تشوفون البدايه هنا الست اب وحاط هذه هنا لان ابي اعزل الصوت اخفف الصوت فحطيته هنا لكن هو مو مكانه الحين ارجع بالكيس. انا الست اب يا شباب اذا تشوفون طبعا الست اب هذا قبل تعرفونه يعني الطاوله وكل شيء ما تغير شيء. وهنا عملنا تشوفون المنظر الخلفي، يعني المنظر الخلفي احلى يا جماعه، تذكرون المنظر الخلفي؟ تذكرون المنظر الخلفي السرير يا جماعه؟ الله المنظر كان خرافي يعني بس يعني طبعا يا جماعه لا اوريكم المنظر الخرافي اللي ورا الستار بوجيبه مباشره بوجهي، شوف يا اخي قوه الاضاءه خلاص المقطع الجاي. طيب يا جماعه ايش رايكم بالاناره هذه الخرافيه حركات وكذا والله اني اقسم بالله يا اخي والله. طبعا مثل ما تشوفون الاغراض الجميله هذه كلها اغراض ماركه ابو فله، هذه ماركه يا جماعه صعب تلاقونها غاليه جدا يعني ما يشترونها غير الاغنياء اللي موجود فيها ابو فله مثل ما تشوفون. وهذا مثل ما تشوفون يا جماعه درع 100,000 وباذن الله اخوه راح يكون جنبه اللي هو درع المليون، وبعد اخوه الثاني اللي هو درع 10 مليون، وبعد اخوه الثالث درع 100 مليون. والله مشكلة حماس يا اخي. وبس يا جماعه كذا نهاية المقطع، شكرا لكم على الدعم يا جماعه والله شكرا لكم يا اخي، والله شكرا يا اخي، اقسم بالله. شكرا يلا سلام عليكم.